بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على البركة. أيها الإخوة، ينطلق صوت جديد من انطلاقات الخير والبركة، وأتمنى إن شاء الله كل التوفيق شطوطنا الحادي عشر الذي خصص لإبكار الظبي في المركز الأول. سعيد بن أحمد بن رفيع النقلة هناك على الشاهينية، سعيد بن محمد بإبراهيم، وفي المركز الثالث من الجانب الآخر شعار الحمير. أيها الإخوة، حاضر هناك ثالث المراكز مياس خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع الصمود سليم بن حمد سالم الشباني الجسبي، وفي المركز الخامس وصلت زحل منصور بن سيف بن خلفان لغويص، وسادس المراكز قرار لسيف بن عبيد بن سعيد الرايح العليلي، وفي المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات اللي هي العبية لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وفي تاسع المراكز وصول اسم جميل مع الدانة فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري، وفي المركز العاشر والأخير أتت في هذه اللحظات هناك اللي هي وصلت هناك اللي حشيمة وسيف بن راشد بن عبيد بن ميع السبوسي. ها هي نتيجتنا أيها الإخوة لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي هناك لانطلاقاتنا الجميلة، لانطلاقاتنا المميزة. عودة من جديد لك يا الحميري، عودة من جديد لمياسة وراعي مياسة وجمهور مياسة وطاقمها خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. بينما هناك قرار حتى هذه اللحظات لن تأخذ القرار الأخير، وسيف بن عبيد بن سعيد الرايح العليلي بن رفيع من الجانب الآخر يقدم الضبي سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، وفي المركز الرابع هناك وصلت اللي هي العبية لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وزحل قتمة أيها الإخوة مع منصور بن سيف بن خلفان الغويس. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا مهمة لعلي بن سالم بن سيف الشامسي. التواصل مستمر، ولكن من صاحب هذا الشوط يا زحل؟ من صاحب هذا الشوط يا زحل؟ من صاحب هذا الناموس يا منصور؟ يا منصور هذا القرار الأخير يا زحل، هذا القرار المميز. منصور بن سيف بن خلفان لهويس، ولكن العبية غيرت. ما شاء الله يا بن حلوة تألق في هذه الصباحية، بسم الله ما شاء الله تألق في هذه البروفة التي تسبق الختاميات. محمد وسعيد هناك، نعم محمد أحمد بن سعيد بن حلوة. اللحظات الأخيرة لمن الشوط يا زحل الخير، يا زحل المشرف، ما شاء الله تبارك الرحمن. منصور يلعب بقرار الجمهور. منصور بوسيف مع زحل أيها الإخوة. منصور بن سيف بن خلفان القويس، شوف اللي واصل ما شاء الله وعد. ومحمد بن علي بن حمود البادي أول ندلها، وأحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، ولكن زحل من تزحزحت على المركز الأول. سلام إلى مشرف أيها الإخوة وأهاليها كافة، تهانينا لك يا كابتن منصور بن سيب بن خلفان لغوي السويدي. المركز الثاني محمد بن أحمد بن حلوة، المركز الثالث أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، وفي المركز الرابع محمد بن عامر بن حمود البادي، وفي المركز الخامس مستمعينا الأعزاء حضورنا الجميل، خامس مراكزنا كان الدخول جماعي على ما ظن، نعم لمحمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي. هكذا كانت نتيجتنا 4:34:45 جزء من الثاني. تهالينا والناموس.